نتيجة تذبذب خدمات الكهرباء وضعف الشبكة الكهربائية في مدينة كاباو، قام مكتب الجباية بالتعاون مع دائرة توزيع الكهرباء بحملة لإزالة التوصيلات الكهربائية المخالفة في المصانع والورش والمحال التجارية. قال معنا المركز الدعم المركزي بكاباو، بارك الله فيهم، تعاونوا معنا حماية. قمنا بقطع التوصيلات الغير شرعية، التوصيلات العشوائية، كيف المصانع، كيف الورش، كيف المحلات، كيف حياش، هذا كله تعرفشيني من التوصيلات غير الشرعية. الناس تشكي بالضعف، والضعف هذا من وين يجي الضعف؟ يجي من التوصيلات غير الشرعية العشوائية، هذه عشوائية، كوابل، نحاس، ألمونيوم، كلها مربوطة عشوائي. الحملة تم فيها قطع عدة توصيلات عشوائية، حيث ستستمر 10 أيام للقضاء على ظاهرة التوصيلات غير القانونية، وذلك لتحسين وضع الشبكة في المدينة. فقمنا احنا بحملة، وفي ناس بارك الله فيها جاوبت معنا، والشركة مفروض حتى هي بالناس عندهم ضعف، يعني عالجولهم الضعف نتاعهم، هذا التوصيلات غير الشرعية، ينحوا التوصيلات، وفي ناس بتجي بتدير اسمها ملفات متعينها وتقدم إجراء للشركة، والشركة توفر، الشركة هي ما توفرش حتى شيء. ناس ما عندهمش الكوابل، النحاس، الألمونيوم، الأعمدة، وناس تشكي بالضعف غير عادي. بالرغم من قلة الإمكانات المقدمة من قبل الشركة العامة للكهرباء لفرع الشركة في مدينة كاباو، فإن العاملين بالمكتب لم يدخروا جهدا من أجل تحسين الشبكة وعدم انقطاع التيار الكهربائي.